Mich folgt, es folgt des Fältesten. Bis mich elft, den Eich mich bedet. Schicht mich folgt, der eine wird ein, der eine ist noch ein, der eine. Oh! أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. لما دونالد ترامب أعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2015، العالم استقبل هذا الخبر بالضحك والسخرية، والتوقع كان إن ترشحه ده كان مجرد شو إعلامي، حاجة يقدر يرجع بيها نفسه لاهتمام الرأي العام، شو حاجة كده يقدر يرجع بيها للأضواء، سموه بقى يعني. خاصة إن دي ما كانتش أول مرة ترشح. ترامب حاول ينزل كنائب للرئيس بوش الأب سنة 1988 وفشل، وأعلن ترشحه سنة 2000 وانسحب، سنة 2012 أعلن ترشحه تاني وانسحب، فده الراجل عمال يخش ويطلع تاني كل شويه يرشح نفسه وبعدين يقوم ماشي. بس المره دي الموضوع كان مختلف، ترامب ما انسحبش، فضل موجود، ومع مرور الوقت ابتدت تبان قوته وشعبيته لحد ما كسب الانتخابات واصبح رئيس تقريبا اقوى دوله في العالم اقتصاديا وعسكريا. ساعتها العالم اصيب بصدمه، ازاي الراجل اللي كنا بنسخر منه ونتريق عليه يعمل فينا كده ويكسب؟ المهرج اللي فضلنا نسف عليه بقالنا سنين ونسخر منه بقى واحد من اقوى رجال العالم؟ الراجل اللي عدنا نضحك عليه ضحك هو علينا في الاخر؟ فوز ترامب اللي حملته بشكل او باخر اعتمدت على مهاجمه اللاجئين والوعد بالعوده للعصر الذهبي للولايات المتحده بشعار ميك امريكا جريت اجين، كان جرس انذار تلاكس مقطوره يفوقك وانت ماشي ويقول لك احترس، خد بالك اليمين المتطرف ممكن يكون عائد وبقوه، واذا ذكر اليمين ذكر هتلر. خلينا نفهم انباب صعود اليمين، لازم نفهم صعود ملك اليمين كله، قائد النازية الأعظم، الراجل اللي كان ليه دور في قتل تقريباً 60 مليون بني آدم في الحرب العالمية الثانية، هذا الفنان الرسام مرهف المشاعر والأحاسيس. طبعاً مش هتصدقني لما أقول لك إن تقريباً أكتر رجل في العالم كان عايز يبقى رسام، تخيل هتلر في فنون جميلة بشنمه ده لسه فيه الأميل، معلومة بقى إيه حصرية تاخدها من البرنامج عندي بس، كان فيجيتيريان، هتلر نباتي، إحنا نموت بني آدمين عادي، لكن حيوانات لأ، بتتريق التريق. التريق اخويا اهو النباتي ده اللي انت عملت التريق عليه. قدر يحتل تقريبا 11 دوله، بعضهم احتلال جزئي وبعضهم احتلال كامل. مش بنتكلم هنا عن دول تعبانه يعني، بنتكلم عن روسيا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا. اصحى للكلام فيه ايه؟ اصحى، جيوشه امتدت لروسيا شرقا وبريطانيا غربا واحتل بعض المناطق في افريقيا. الراجل الفيجيتيريان ده افعاله كان ليها حتى تاثير علينا كبير كعرب، وايه اللي وقتنا هذا؟ تطهيره العرقي لليهود في اوروبا مثلا استخدم كمبرر لاعلان دوله اسرائيل سنه 1948، والحرب اللي بدأها دي كانت سبب في إزاحة بريطانيا كقوة عظمى وإعلان الولايات المتحدة الإمبراطورية العظمى الجديدة. ده راجل شئنا أم أبينا غير مجرى التاريخ. وتعالى لي بقى أحكي لك قصة الصعود، روح أبدل خيارة بتفاحة وأجي تاني. هتلر اتولد سنة 1889 في النمسا. هتلر كان نمساوي، لم يكن ألماني الأصل، وكان نفسه يطلع رسام. هتلر قدم في أكاديمية الفنون في فيينا سنة 1907، لكن للأسف الأبليكيشن اترفضت مرتين، مش عارف المشكلة كانت في سكور الأيلتس ولا في الجي ار اي. بس يعني في كل الأحوال يعني ربنا يسامحهم، تخيل التاريخ كان هيبقى عامل إزاي لو كان هتلر اتقبل في أكاديمية الفنون وبقى فنان. المهم، بالرغم فشله بالالتحاق للأكاديمية إلا إنه بعد وفاة والدته راح عاش في فيينا واشتغل فنان بريمي كده، يفعل ما يحلو، بيحط رجل على رجل زي أحمد رات، ان في كتير جدا كان ممكن يفعله. وجوده في فيينا في هذا الوقت كان مهم جدا وساهم في تشكيل افكاره بصوره كبيره. لو تعرف فيينا كانت من احد عواصم الفكر في اوروبا وقتها، يعني يكفي ان انا اقول لك ان في فتره من الفترات فيينا دي كان فيها هتلر، تروتسكي، ستالين، فرويد، وجوزيف تيتو بتاع المحور الموازي لجسر السويس، المستشفى السعودي الالماني، الماني ملهاش علاقه براوشن، بس المهم يعني، بس كان فيها اشخاص، كل هؤلاء الاشخاص العظماء اللي غيروا مجرى التاريخ، بغض النظر بقى عظماء مش عظماء دي مش بتاعتنا، ولكنهم رجال من اهم الشخصيات اللي عاشت وشكلت احداث القرن العشرين. المهم، هتلر اتاثر بكتير جدا من الافكار اللي كانت موجوده في فيينا في الوقت ده، بان اللي كان عمدتها كارل يوجر المعادي للساميه، او بمعنى ادق معادي لليهوديه، لان الساميه دي تشمل ناس كتيره جدا منهم احنا. المهم، تقوم الحرب العالميه الاولى سنه 1914 ويتطوع هتلر في الجيش الالماني زي اي شاب بيحب يخدم وطن ويحصل على وسام الشجاعه مرتين خلال الحرب، لكنه رغم ده فضل عريف، كاريره وقف لحد هنا وما ترقاش، لانه على حسب طبعا كلام القاده بتوعه ما عندوش مهارات قياديه، ما عندوش ليدرشيب سكيلز.
الناس. المهم سنة 1918 تقوم ثورة في ألمانيا أجبرت الإمبراطور الألماني عن التخلي عن عرشه والهروب لهولندا، وانتهت الحرب باستسلام ألمانيا المفاجئ. استسلام ألمانيا؟ هتلر كان هيتجنن وابتدى يحس بالخيانة. إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي نستسلم وإحنا كسبانين يا جدعان؟ طبعاً هما لا كانوا كسبانين ولا كانوا خسرانين، كان بيسموها ترينش وورفير، يفضلوا يضربوا في بعض ومحدش بيموت، أو ما بيضربوش في بعض ويفضلوا قاعدين كده مستخبيين، الحرب ما بتنتهيش بس بيخلصوا ذخيرة. ومع توقيع معاهدة فرساي 1919 ألزمت ألمانيا بدفع تعويضات مجحفة للحلفاء، عقوبة من العار التقيل، واللي حاربنا يستحمل. الاستسلام أدى لضغط رهيب وشعور بالاستسلام وشعور بالمرارة، والألمان بيني وبينك كان ليهم حق ان هم يزعلوا. احنا مش بنتكلم على دولة كده صغيرة على قدها خسرت في حرب على الضيق، احنا بنتكلم عن ألمانيا من اقوى ان لم يكن اقوى اقتصاد في اوروبا وقتها، قوة صناعية جبارة، نسبة أمية تكاد تكون صفر، دولة ليها قوتها وهيبتها اتزلت بمرار الاستسلام. المهم بعد الثورة وانتهاء الحرب العالمية ابتدت الأحزاب السياسية تنتشر، وكانوا بيستغلوا البارات في النقاش ونشر افكارهم. طبيعي بعد الثورات بيحصل انفتاح سياسي، وطبيعي برضو ان بعض السلطات تبتدي تحاول تخترق الجماعات الجديده اللي ظهرت خلال هذا الانفتاح عشان يعرفوا على الاقل ميتهم ايه، تفكيرهم عامل ازاي. وهتلر اللي كان لسه في الجيش كان واحد من المخبرين دول. في سنه 1919 يروح هتلر لاحد البارات للتجسس على احد الاحزاب اليمينيه، حزب العمال النازي. هتلر يسمع لخطاباتهم ومناقشاتهم، فيعجبوا قوي كلامهم عن خيانة الأحزاب للجيش الألماني ودور اليهود في الهزيمة، وكان شايف كده فانضم ليهم في نفس اليوم وابتدى يخطب ويتكلم. عجبه الكلام، وهتلر ايه بقى ما يتوصاش في حتة الكلام دي، استاذ هتلر ما شاء الله كان خطيب مفوه جدا وبيعرف كويس قوي يحرك المشاعر في الجماهير، فالناس اللي كان رايح يتجسس عليهم اعجبوا بيه جدا، صدفة لطيفة قوي يعني. واصبح واحد من نجوم التنظيم اللي تحول بعد كده لحزب العمال الاشتراكي القومي الألماني، او ما يعرف بالحزب النازي. ان 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 الحزب كانت اهدافه بسيطه، هنبطل ندفع فلوس التعويضات بتاعه الحرب العالميه الاولى، هناخد الارض اللي اتاخدت مننا غصب. الحزب ضد الشيوعيه وضد الراسماليه وضد اليهوديه وضد العالم كله تقريبا. الحزب ببساطه شديده كده شايف ان العالم ده كله حاره، والحاره دي ليها كبير، والكبير ده هو انا. وبدا الحزب في البروباجندا، تم اصدار صحيفه خاصه بالحزب يقدر ينشر فيها افكاره. الصحيفه روجت الجنس الآري كأحفاد سكان قاره أطلانتس الاسطوريه زاليت الميرميد اللي مكتوب لهم يسود العالم ويحكموه، وخلت الالمان يحلموا بعودتهم كقوه ليها هيبتها. الناس بدأت تحلم بالكومباك الريمونتادا. المهم الحزب بالبروباجندا اللي كان بيعملها دي والصحيفة اللي عملها لفت انتباه بعض الضباط اللي كانوا ضد قرار الاستسلام وتصغير حجم الجيش، ليه نرمي السلاح واحنا ممكن نحتاجه؟ فعرض هتلر على إرنست روم الضابط اللي كان مسؤول عن التخلص من السلاح انه ياخد منه السلاح ده ويسلح بيه رجالة الحزب. وبكده الحزب بقى عنده برنامج، عنده وسيلة دعاية قوية يقدر يوصل بيها للألمان، عنده ميليشيات مسلحة بتحميه وبتبطش بأعدائه، ما فاضلش غير حاجة واحدة، الاستحواذ على السلطة. وفي سنة 1921 انتخب هتلر كقائد للحزب النازي، وسنة 1923 ظهرت الفرصة الذهبية للاستحواذ على هذا الحكم. ألمانيا مش لاقية فلوس تدفع تعويضاتها، فتقرر الحكومة تطبع فلوس، فالفلوس تزيد من غير أي زيادة في الإنتاج، فتفقد قيمتها والأسعار تبدأ تزيد. موجة تضخم عنيفة جدا تضرب ألمانيا وتعمل الجيرمان هايبر انفليشن المشهورة، الناس تبقى ماشية وتلاقي ورق الفلوس كده مرمي على الأرض، بيضة واحدة ممكن تكلف ملايين إن لم يكن مليارات الماركات، والشعب مش لاقي ياكل، فالحكومة تمتنع عن دفع التعويضات. أوبا فرنسا عملت ايه؟ سكتت؟ ما سكتتش طبعا، واحتلت منطقه الرور الصناعيه، التعويضات تدفع فين عندها؟ انا بقول حاجه في منتهى الاهانه. هتلر حس ان هي دي الفرصه للاستحواذ على السلطه من غير انتخابات زي ما موسوليني عمل في ايطاليا، دي بتاعتنا بقى، الدنيا هايجه واحنا بتوع ده؟ هم ليه؟ الانتخابات دي بتاعت العيال التوتو، انما احنا بناخد الحكم على طول. ورغم انه حط خطه محكمه هتلر ما خدش الحكم، يلا توتو توتو، هتلر خد على وشه بالقلم. فشل فشل ذريع، مش عايز يبقى زي العيال التوتو؟ اهو استحمل بقى الاجرار. قبض عليه وقعد 9 شهور في الحبس، بس يعني حسن سير وسلوك، كان راجل شرح لهم نيته ومش عارف ايه وكده، بس الوقت اللي قضاه في السجن ده كان فرصه ان هو يفكر في حاجات كتير. في الوقت ده برضه كتب كتابه الظريف
ظريف ظريف الحقيقه. كتابه كفاحي، يعتبر مزيج لسيرته الذاتيه ومانيفيستو الحزب النازي، تجربه السجن والانقلاب الفاشل والحاجات دي كلها حطها في هذا الكتاب. والحقيقه ان تجربه السجن وكده خلته يعيد تفكير في احسن طريقه يقدر يوصل بيها للحكم، فاقتنع للاسف بحال العيال التوتو ان هو ينزل الانتخابات ويكسب. ونزل الانتخابات، السنه دي هي الحل. وسنه 1924 وهتلر كان لسه في السجن، الحزب النازي نزل وكسب 3% بس، مع ان البلد لسه خارجه من حرب واقتصادها في وضع لا يعلم به الا ربنا، ولكن الشعب الالماني يرفض الطرح بتاعه، مش عايزينه. والحكومه تغلبت على الاحتجاجات والاضرابات اللي كانت معموله وقتها، وطبعا عملوا عمله جديده عشان يحلوا مشكله التضخم. كل الكلام ده خلى كلام هتلر بالنسبه للشعب الالماني خيار زي اللي هروح اجيبه دلوقتي. لكن هتلر زيه زي اي دكتاتور طموح ريزيستنت، ما بيستسلمش من اول مره، وقرر ان هو هينزل الانتخابات الجايه، فابتدى يذاكر لها ويستعد لها. تيجي سنه 1928، اكيد الاعداد اكبر من سنه 1924، وكل المؤشرات بتقول ان الحزب النهارده اقوى، والمره دي هتلر موجود معاهم، المره اللي فاتت كان في السجن، يبقى ايه بقى؟ شكلنا هنعملها ولا ايه؟ لكن للاسف الحزب يخسر تاني، المره دي كسب 2.5% بس من الاصوات، يعني اقل من انتخابات 1924، كارثه. الشعب الالماني بيرفض الطرح النازي تاني، يا نهار اسود. هل دي نهاية الحلم النازي؟ هل هتلر هيستسلم؟ هل هننهي الحلقة دلوقتي؟ لا، مش هننهيها دلوقتي. في سنة 1929 القدر يلعب لعبته ويبعت لهتلر هدية غير متوقعة، البورصة الأمريكية تنهار. وفي عالم الاقتصاد والمال لما أمريكا تعطس العالم يجيله برد، زي ما حصل في 2008، نسبة البطالة في ألمانيا تزيد توصل لستة مليون عاطل، وهنا بقى الأرض بقت جاهزة للطرح الراديكالي زي الطرح النازي. الحلول الوسطى بتزدهر في الأيام العادية، إنما الأوقات الصعبة دي بتبقى أرض خصبة جدا لهذه الحلول الراديكالية، سواء حلول يمينية زي النازية أو حلول يسارية زي الشيوعية. ده وقتها الناس مش لاقية تاكل، البنوك بتنهار، البطالة عمالة تزيد، البلد محتاجه قائد، وطبعا ما كانش في حد شعبيته اكتر من اللي صوته اتنبح في انه يقول ان المانيا محتاجه تبطل تدفع فلوس الاتاوه للحلفاء. ده طبعا مع ان الحزب ابتدى يستغل الازمه في مصلحته، الحزب استغل الفرصه ان هو يظهر بصوره المنقذ للشعب الالماني، يعني مثلا الحزب بدا يقدم مساعده اجتماعيه للعاطلين، وبعدين تنظيم الحزب ووجوده في كل حته في المانيا تقريبا ساعده بانه يقوم بعمل ضخم بهذا الشكل، وده كان واحد من الاسباب ان الحزب النازي اصبح الحزب صاحب بالشعبية الأكبر في ألمانيا. وسنة 1932 الحزب النازي بقيادة هتلر يصبح أكبر حزب ألماني ويحصل على 37% من الأصوات، أغلبية بس مش أغلبية مطلقة. بس أنت متخيل اللي حصل من 3% ل 2.5% ل 37%، ده زيادة 17 مرة لمنتدى إيه اللي كنا بنتكلم عليها دي. ومش بس كده، هتلر شاب طموح، نجاحه ده خلاه ينزل انتخابات الرئاسة قدام بطل الحرب العالمية الأولى فون هندنبرج ويخسر في خلاص بقى. بس سنة 1933 يلعب الحظ مع هتلر تاني، رئيس ألمانيا اللي هو بطل حرب العالمية الأولى اللي اتكلمنا عنه يعين هتلر كحاجة كده منصب كده اسمه تشانسلر، عشان كان خايف يعني من تمدد قوة الشيوعيين، وهو عارف إن الحزب ده ضد الناس دي وكده يعني، فنجيب الولد واستفيد بخبراته. وبكده يوصل هتلر لرأس السلطة وتبدأ سلسلة من الأحداث اللي تغير مجرى تاريخ هذا العالم. قصة صعود هتلر بالرغم إن فيها نوعا ما موتيفيشن وحماس يعني لما كان أنت ما تستسلمش وكده، لكن الحقيقة إنها مرعبة قليلا. إزاي الشعب الألماني استقبل هتلر وحزبه بالأحضان بعد ما رفضوا مرتين في الانتخابات؟ بلا شك الظروف الاقتصادية لعبت دور كبير، لكن احنا هنا بنشوف شعب مثقف جدا ومتعلم وذو انجاز وذو تاريخ اختار حزب شمولي وعنصري في انتخابات حرة ونزيهة. وتاني ده مش اي شعب، ده الشعب الالماني اللي نسبة الامية تكاد توصل فيه 0%، وكان ايه؟ صاحب اقوى اقتصاد في اوروبا. لكن نقول ايه؟ نقول ايه بقى؟ الله يسامح اكاديمية الفنون الجميلة، وياريت يعني جامعات تتعلم وتقبل العيال، لازم سكور الجاري، لازم ال 7.5 ولا 6.5، ما نقبل العيال، مش احسن ما يبقوا دكتاتورين؟ مش احسن ما يعملوا انظمه قمعيه تقمع في الناس؟ كان ممكن يبقى فنان، كان ممكن نحتضن موهبته ويبقى فنان كبير، مش انا ده، زي سلفادور دالي، مش انا برضه بس الشنب بتاعه طويل شويه، لكن احنا بنقعد نحبط الاولاد فبيطلعوا كده، استحملوا بقى، لازم يعني الجي ار اي؟ لا مش لازم، بس لازم طبعا تشوف الحلقات اللي فاتت، تنتظرنا الاسبوع الجاي تشوف الحلقه الجديده، تنزل تبص بس على المصادر، لو انت على اليوتيوب تشترك القناه بس كده، توفيق ان شاء الله، تخش امتحان تقبل تبقى راجل ناجح جميل. We'll be right back.